بعد وردة الغناء العربي وردة الجزائرية الله يرحمها، لنا موعد مع السيد وزير الثقافة الدكتور محمد زين العابدين. سعيد جدا باستضافة سي محمد، مرحبا. لاباس، شحوي لك انت سيد وزير؟ لاباس، يعطيك الصحة سيد وزير على قبول الدعوة. حبيت نحكي معك عايشك، حبيت نحكي معك في خمسة محاور اليوم. دونك المحور الأول هو تسجيل مقدمة ابن خلدون في ذاكرة العالم في اليونسكو، من غير ما ننساو مائدة يوغورتا وشط الجريد وغيرها. سمعنا لسيادتكم في الجمعتين اللي فاتوا عملتوا مبادرة لتسجيل مقدمة ابن خلدون في اليونسكو في ذاكرة التراث العالمي. كيف قدمتوا ملف ترشيح مائدة يوغورتا وشط الجريد في التراث العالمي؟ نشوفها بادرة طيبة جدا، خاصة وأنه تونس منذ أكثر من 20 سنة، المواطنين يمكن ما يعرفوش، ما سجلتش حتى حاجة في التراث العالمي. هذا دعم للتراث اللامادي. هل هو افتكار الاعتراف دوليا بالتراث التونسي ام هو مراهنه على تثمين التراث؟ تفضل سيد وزير. بالنسبه لاذا تسجيل مقدمه ابن خلدون على لائحه ذاكره العالم لليونسكو، هذا مهم جدا سي عسلام بالنسبه لنا، لانه كما تفضلت هما قلال جدا القامات الفكريه او العلميه او الفنيه الابداعيه التاريخية في عامة الحضارية اللي مسجلين بالنسبة لتونس. ولهذا قلنا باعتبار قيمة المقدمة وخاصة يعني توظيفها للقراءة في علم العمران وفي علم السياسة في علم الدولة يعني في علم الاجتماع، وهي كانت سابقة لعصر يعني القرن 13 14، قلنا يعني هذا مهم جدا، يعني لأنه في اعتبار المدونة في حد ذاتها مدونة ابن خلدون، ثم يعني في تقديمها كعمل تونسي، لأن ابن خلدون كما نعرفه يعني هو سكن في تونس، وإحنا قاعدين حاليا بصدد يعني إعادة ترميم بيته أو على الأقل جزء من بيته يعني في مستوى الحي اللي عاش فيه في تونس. وهذا مهم جدا للذاكرة يعني التي تتعلق بابن خلدون. إحنا المقاربة هذه في عامة يعني إحياء التراث وتعريف التراث وتثمين التراث بمعنيه يعني المعنى المادي وغير المادي، ثم الانطلاق في ما يمكن ان يكون من حزام حسميه الحزام الوطني للتراث لاستيو ناسيونال بور الباتريمون. دونك نحاولوا يعني احنا ننطلقوا فيها باعتبار يعني اساسا هذا المد على تنوعه، المد الحضاري التاريخي في تونس. انطلقنا من الاول من فخار سجنان، سجناه يعني منذ بعض اشهر، ثم إذا ميزت يغرتا في قلعة سنان في الكاف كيف يعني مشينا لباريس وفي اليونسكو سجناها. بعد مشينا شط جريد لاعتبار الثقافة الوحية وقيمة هذه الثقافة يعني في مستوى يعني اعتبارها أولا البيئي واعتبارها الطبيعي واعتبارها الثقافي يعني، وخاصة شط جريد اللي هو في الحقيقة يتمادى يعني خارج مستوى وخارج إطار الجغرافي هو يعتبر بالجديد أكثر من انتماء فقط لتوزر، هو ما بين يعني توزر والبلدي وكذا، يعني هو أشمل من الموضوع هذا. ثم عندنا قصور التطاوين، هذا كيف عندنا برنامج، ومعنا قرطاج، عندنا مشروع كامل باسم قرطاج، وخاصة إعادة إحياء يعني هذه المنطقة الأثرية في بعضها العمراني بعضها البيئي والطبيعي والحضاري والأثري. ثم كذلك عندنا زاد كيف يعني بسميتها وحيدة إن شاء الله في نهاية الأمر، نحب نكون عندنا مقاربة لا يمكن أن تفسد هذه الجوانب الحضارية بل تدعمها، يعني في قراءة لأهل الاختصاص. جمعنا بين مختصين من معهد الوطني للتراث ومختصين من وزارة الشؤون الثقافية ومن جامعة تونس باش يخدموا في ويشتغلوا يهتموا بهذا الموضوع بإشراف يعني لجنة القيادة للتراث واللجنة الوطنية للتراث، وحبيناها لجنة وحيدة لأنه ربما ما كان يعوز يعني المسألة هذه أساسا هو غياب الرؤية، غياب كذلك الإرادة، وخاصة هذا التنسيق بين المؤسسات والكفاءات لإعطاء التراث كل ما يستحق. بادرة طيبة جدا سيد الوزير. المحور الثاني، سمعت برنامج فيزا فور تونيزيا، اسم اتراكتيف برشا، دونك كان تحكي لنا شوية سيد الوزير على ملامح البرنامج هذا. هو الفيزا فور تونيزيا في الحقيقة يعنى بكل ما هو دبلوماسية ثقافية تونسية، هو تعريف بتونس، تاريخ تونس، مد الحضاري لتونس، يعني موقعها كذلك في الفكر الإنساني بصفة عامة، في المساهمة كذلك في هذا الفكر الإنساني، في الإبداع الإنساني، في الحضارة الإنسانية. كما تعرف أنت
اخيرا يعني احنا في السياق هذا قمنا باكتشاف مهم جدا بين فريق بحث يعني موجود هو في المعهد الوطني للتراث وفريق بريطاني كذلك لعلم الاثار، وقالوا لنا انه راه يعني الثقافه الديموستيريان اللي كنا نحن نعتبر ان الباليوليتيك كان اساسا يعني ينطلق من 40 الف سنه من خلال لغبايون دكتار يعني هذا واللي هو توا يعني يقدم في متحف باردو، يعني جاءت اكتشافات جديده في علم الاثار وبين ان راه اكثر من ديموستيريان مانتون ليزانتيريان، هذه الثقافه العتيريه والحضاره العتيريه القديمه هي 98 الف سنه يعني من الحضور الانساني ومن الـ من الـ من الوجود الانساني في تونس ولكن في نفطه يعني، ولهذا احنا نولي اهتمام كبير بهذا الشان في التعريف بتونس، تونس الحضارات وتونس يعني هذا ضرب يعني في التاريخ والذاكره. ولذلك قلنا فيزا فورتونيزا هو تعريف اولا بمكانه تونس في العالم، مكانه تونس في السياق التاريخي، مكانه التوانسه في الفكر في الابداع في الجمال في الخيال في الانشاب، وقلنا هذا ما يمكن ان يعبر على تونس من خلال مواعيد قاره يعني نبرزها اما من خلال استقطابنا للتعاون الدولي في تونس او ذهابنا الى العالم لتقديم اعمالنا، ولهذا احنا من خلال المعارض الكتب من خلال التظاهرات الثقافيه الكبرى من خلال كذلك يعني لي بيانال دي جانكريتور لي بيانال وسي ليكسبوزيسيون دو كونتمبورين، احنا قلنا يعني لابد ان يكون عندنا حضور متميز مع مواعيد يعني هي قاره ومتكرره فيها نوع من الدوريه اللي تامن ان حضور تونسي يعني مستدام في هذه المحافل الدوليه، وكان هذا الحق كان له وقع كبير ياسر يعني في كل مره في مستوى حتى الانعكاس نتاعو التنموي الاقتصادي، لان كل مره يعني ندخلوا من باب يعني الابداع من باب التاريخ من باب العمل الانساني، ولكن يستحسن يعني في دول عديده احنا كنا ضيوف في كيبيك يعني مع كيبيك اللي يعتبر تونس ضيف شرف، مشينا كذلك لفرنسا كنا كذلك في زياره لا كوت ديفوار يعني ساحل العاج كيف وفي مشاركه مهمه جدا يعني في بالنسبه للمؤتمر الفرنكوفونيه، مشينا كذلك يعني في المغرب، مشينا يعني في كل مره احنا نشاركوا يعني في معارض وفي تظاهرات وملتقيات كبرى يعني فيها انعكاس ايجابي جدا على تونس وفي مستوى صوره تونس ومخروقية تونس بين الامم، ولكن كذلك التوانسه عاده اللي يحبوا هما يمثلوا بلادهم الوزاره تفتح كل ابواب يعني الاسناد من تذاكر سفر واقامه وكذا، نحاولوا ان في كل مره فيزا فورتونيزا يعني هو عاده التاشيره تطلب منا لكي نذهب الى غيرنا، ولكن هذا احنا نطلبها من الاخرين لكي يتعرفوا على تونس، وكان هذا حقيقه برنامج مهم جدا في مستوى انعكاسه يعني الثقافي الحضاري ولكن كذلك التنموي الاقتصادي بالضبط انعكاسه خاصه سيد الوزير على الميدان السياحي. تونس ليماج دو مارك نتاع تونس قبل كانت تونس مصدر نتاع اشعاع ثقافي واشعاع فني يجيوها المطربين من جميع اسقاع الارض، تو ولات تونس بعد الاحداث اللي صارت بعد 2011 الى اخره والصوره نتاع الارهاب التونسي المصدر الى بعض الدول المجاوره والدول العربيه الشقيقه، دونك هنا حسينا البرنامج هذايا باش يبدل صوره تونس وباش يعطينا اون بال ايماج يرجع مره اخرى تونس من جديد، تونس الثقافه، تونس السلم، تونس لابي، دونك يعطيكم الصحه على المحور هذايا على المشروع هذايا، نتصور انه المشروع هذا باش يلاقي نجاح كبير برشا ودعم كبير من التوانسه. المحور الثالث سيد الوزير مدينه الثقافه، اخيرا حلم يتحقق وفي يوم عنده رمزيه وطنيه كبيره برشا اللي هو يوم عيد الاستقلال، كان تحكي لنا سيد الوزير ما هذه الرمزيه؟ الو مدينه الثقافه كما تعرف شعب سام هي متكونه من اقطاب اقطاب فنيه وثقافيه اساسا، فما قطب مسرح الاوبرا بفروعه المسرحيه والركحيه والاوبراليه والكوريغرافية، عندنا فرق ناشطة في هذا الموضوع وهي تشتغل على المرابين حاليا، عندنا كذلك قطب المركز الوطني للسينما والصورة اللي أحدثنا فيه يعني المكتبة السينمائية وهذا لا سينماتيك دو تونيس، دونك هذا لا سينماتيك ناشونال دو تونيس الجديدة هذه للاشتغال حول الذاكرة السينمائية والفيلمية والمرئية السمعية، عندنا كذلك المعهد معهد الترجمة كذلك سيكون في معه كذلك بيت الشعر وبيت الرواية يعني في مدينة الثقافة، هذا القطب الرابع، ثم القطب الثالث، ثم القطب الرابع
لمقتنيات الدولة اللي شرتها يعني الدولة التونسية منذ عقود. عندنا تقريبا 1500 عمل فني اللي باش نقدموهم في هذا المتحف. إذا هو في الحقيقة مشروع من أفخم المشاريع العربية، لم يكن أفخمها، من أفخم المشاريع في إفريقيا كذلك. مدينة الثقافة يعني بهذه الأقطاب ستكون حقيقة لها رمزية كبرى في مستوى تفعيل الثقافة في تونس وخاصة. مع ذلك عندنا قطب تجاري كبير لدي اللي تكون فيها برج الثقافة، تكون كذلك فيها مطاعم ومقاهي ويعني كذلك عديد التجارة، يعني عديد الفضاءات التجارية اللي هي ستخصص لكل ما يمكن أن يكون في علاقته المباشرة أما بالثقافة أو بالخصوصيات التجارية العامة. وقلنا إن شاء الله يعني احنا أملنا أن يفتتح هذا الفضاء الكبير يوم 20 لجلالته ولأهميته وقيمته الاعتبارية، عيد الاستقلال، عيد التحرر، عيد يعني الحرية، عيد كذلك استرجاع يعني معالم السيادة الوطنية على التراب التونسي. هذا كله إن شاء الله يكون من خلال الثقافة وعمل المثقفين والمبدعين في العام. الرسالة قوية برشا في بعدها الرمزي، خاصة في اختيار اليوم اللي هو يوم عيد استقلال تونس. المحور الرابع سيد الوزير، أحدثتم صندوقا لتشجيع الشباب، وفي الحقيقة الشباب التونسي في السنوات الأخيرة حس بروحه مهمش بشكل كبير برشا. البادرة هذه نتصور باش تفرح برشا شبان وشابات، كان تحكينا شوية سيد الوزير شنو هالصندوق هذايا وكيفاش يمكن للشباب أنه يستفاد منه؟ بالنسبة للصندوق هذايا احنا خاصته من سن يعني أقل من 30 سنة، وفي كل التعابير الفنية احنا نحاولوا يعني ان تحاول وزارة الثقافية انها كذلك تكون في تواصل حقيقي مع يعني تغير المشهد الثقافي الشبابي، لانه يعني تطور جماليا سوقيا تو يعني واختلف تماما على الفترات السابقة. ولهذا هو في 1,500,000 دينار مخصص لجميع الفنون وظروف الفن، والأهم أنه احنا في سقف كذلك 40,000 دينار تقريبا لكل مشروع، وهذا باش يعطي يعني الإمكانية لعدد كبير إن شاء الله من المستفيدين. والأهم من هذا كله سعد سام أنه يوفر يعني نظرة جمالية جديدة وإمكانية يعني تأخذ بنظر الاعتبار يعني قيمة العمل الجديد اللي هو بشباب، وهو عمل حقيقة يرقى إلى مستويات كبيرة ولكن ما يلقاش عادة يعني هذا السند والتمويل والميزانية المخصصة. ولهذا قلنا نتركوا الأمر هذا ونحاول يعني أن نوفروا هذه الميزانيات بس الشباب إن شاء الله. هذا انطلاقة أولى 1,500,000، ولكن لما لا احنا إن شاء الله مش نوفر ميزانيات إضافية في 2018 لنفس الشباب باش يعرفوا أنه راهو اليوم الثقافة تقوم عليهم وتقوم على نظرتهم وعلى محبتهم كذلك اللي يعملوا فيه وعلى انتظارهم كذلك لما يمكن أن يقدموه إن شاء الله شيئا فشيئا في قطاع الثقافة والجمال بصفة عامة، في كل ما يمكن أن يكون من تجديد وابتكار، وهذا اللي احنا إن شاء الله نأملوه من خلال هذا الصندوق. الاهتمام بالفئة العمرية هذه مهم برشا، واضح سياسة الوزارة إليها اهتمام كبير ومباشر بالشباب، فئة الشباب التونسي. المحور الخامس والأخير سيد الوزير، لاحظنا بشكل واضح اعتمادكم على سياسة القرب، حيث أنكم قمتم تقريبا بأكثر من 130 تنقل ميداني، وبالمناسبة اليوم عندكم زيارة ميدانية لولاية المنستير حسب ما سمعت، إحداث مكتبة عمومية بمعتمدية منزل كامل، مركب ثقافي بقصر هلال، هدم وإعادة بناء دار الثقافة بجمال، يعني دعم واضح سيد الوزير للمرفق العمومي، وهذا مهم جدا، وهذا رد مباشر لبعض الأصوات من أعداء النجاح اللي يقولوا تنفير المرفق العمومي من طرف وزارة الثقافة أو اهتمامها بالمرفق الخاص أكثر. هنا رد مباشر، كان تحكينا سيد الوزير. احنا شوف يا عبدالله، الأهم بالنسبة لنا هو القرب يعني وثقافة القرب وسياسة القرب، هذا شيء. وثاني هو المشاركة والتشارك في الفعل الثقافي، يعني من الوزارة مثلا تسلط رأيها على الجهات، بل هي تعطي الجهات الإمكانية يعني أنها تبين النظرة الثقافية اللي تريدها وتريدها لجهتها، والمجتمع المدني والمرافق العمومية من مكتبات عمومية ودور ثقافة، كذلك أصحاب المبادرات احنا جدا نشجعوهم ونقول لهم ها هو إمكانياتكم وراي هذه أموال يعني رصدت
إليكم. دونك ولهذا الفكرة الأساسية أنه هذا ما يقعش وإحنا في تونس في القصبة، يعني لازم يكون إلا من خلال تواصل على عين المكان، تواصل في الميدان، تواصل كذلك للقاء أصحاب الأفكار وأصحاب المشاريع وكل من له نظر في الموضوع هذا. إحنا الحق أن نلاحظوه من خلال المؤشرات اللي عندنا، من خلال كذلك النسب اللي وصلنا لها، ونقيسه حسب الأداء، يعني هذه المؤشرات حسب الأداء وحسب الجودة. إحنا وصلنا يعني آلاف من المبادرات، أما في مستوى المرافق العمومية ما بين مكتبات ودور ثقافة أو مشاريع كذلك في مستوى الجمعيات ودور هذه الجمعيات في تنشيط التظاهرات الفنية والثقافية كذلك، يعني في مستوى مدن الحضارات أكثر من 700 يعني نشاط قاموا في الهياكل التابعة للذاكرة الوطنية التراثية من مواقع ومعالم ومتاحف، كذلك في تدشين لساحات الفنون وهي عديدة وعديدة جدا في نطاق ثقافة القرب، وأنها راهي لا تنغلق فقط على الأسوار وما في ما هو في الأسوار، ولكن تخرج على هذه الأسوار لكي تكون هذه المدينة كلها ناطقة بالفن والجمال، لأن كما تعرف سي عبد الشاب وللأسف المدن بتاعنا تنقصها الجمال، يعني فما بعض الولايات الجميلة ولكن الفعل الجمالي هو فعل إبداعي أساسا، ولابد أن نأتيه في مستوى العمارات، في مستوى البيئة، في مستوى التظاهرات الثقافية، في مستوى حتى المقابلة المقاربة المعيشية اليومية، وهذا مهم جدا. ثم يعني إسناد في دور الثقافة أو الفضاءات الثقافية المستقلة اللي هي خاصة، وحنا تدخلنا في تقريبا 256 دار ثقافة يعني أو فضاء ثقافي مستقل في كل الجهات، باش نعطيها إمكانيات لكي يعني تلقى يعني ما يمكن يمكنها شيئا فشيئا من العمل والإبداع والابتكار. هذا كله يعني يجسد ثقافة لم تقصي أي جهة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، كل الجهات مشينا لهم كما تفضلت أنت سي عبد، مشينا تقريبا 110 مرة في تنقل، وتقول 110 يعني أن في كل ولاية راهو نعملوا 3-4 معتمديات، يعني ولكن احنا نعدوا الولاية باعتبارها هي تجمع هذه المعتمديات، ونحبوا في كل مرة يعني نعي هذه الأهمية الحقيقية في مستوى يعني كل ما تفاعل مع بعضنا، تشارك مع بعضنا يعني، وعمل يعني في مسؤولية مشتركة في الارتقاء بالثقافة، والحمد لله يعني النتائج واضحة، آلاف من المبادرات والآلاف من نسبة جمعيات، قرابة 1000 جمعية احنا دعمها. لما نلاحظ أن هذا لم يقع في السنوات المقبلة نقول هذا رهان إن شاء الله نوصل في 2018 و2019، والعبرة إن شاء الله بالنتيجة والمواصلة لهم هذا إن شاء الله. يعطيكم صحة سيد الوزير، الرسالة واضحة، اهتمام أو سياسة الخط السياسي لوزارة الثقافة هو الاهتمام عن قرب بفئة الشباب خاصة، وترغيبها على الإقبال على دور السينما وعلى الثقافة بشكل عام، كيف المقرات الثقافية العامة العمومية، المرفق العمومي، دعم واضح من وزارة الثقافة لماج دو مارك متاع تونس وسياسة الوزارة في أنها تلمع صورة تونس في الخارج. يعطيكم صحة سيد الوزير، سعيد جدا باللقاء هذايا، مشكور. أنا كذلك يعطيك الصحة على عنايتك وعلى استضافتك، وإن شاء الله يكون عندنا تواصل، وإن شاء الله كيف اليوم نتقابلوا في مسير عندنا كما قلت لك، إذا تفضلت يعني بعض الـ البرامج اللي تتقدم بين مازال كامل وجمال والمسير، وإن شاء الله مسير تكون وفية لألقها كالعادة، يعني وفية كذلك للسبق اللي تقوم به والإشعاع اللي حقيقة لاحظوه. حبيت من خلالك يعني نوجه تحية يعني إعجاب وشكر بالعمل الذي يقوم به كذلك سي مهدي معطلة، يعني على في تعاونه وتكامله مع كل يعني الشرائح الثقافية والفنية والإبداعية والفكرية، كذلك يعني حقيقة في تناسق يعني مع ولاية مسير وبلدية مسير وكل معتمدية مسير، حقيقة فما عمل واجتهاد كبير، وإن شاء الله كل التوفيق كذلك سيد بدي يعني مسير وكل من يريد يعني أعطاء هذا الألق وهذا الإشعاع الحقيقي اللي تستحقه مسير وهو في تاريخها وحضرتها. يعني يعطيك الصحة سيد الوزير، وكل الدعم للمشاريع الثقافية القادمة. مرحبا بك في المسير مرة أخرى، مرحبا بك دائما وأبدا على أمواج إذاعة رباط FM. ربي يفضلك، يعيشك.